سجل ما يقرب من 20,000 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة، أكثر من 7,500 شخص يعالجون حالياً في المستشفيات، من بينهم حوالي 1,300 حالة حرجة أي في الإنعاش. المعدل الوسطي اليومي للوفيات يقترب من 20. وإزاء كل هذا الواقع، قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال إن الوباء يتسارع في كل مكان وأن الموجة الخامسة وصلت، لكن باحثين وأطباء يقولون أن هذه الموجة ستكون مختلفة عن كل سابقاتها، لأن عدد الملقحين هو الغالب، ولأن اللقاح وإن كان لا يحمي من الإصابة بكورونا إلا أنه يحمي من الإصابة بأعراضها الخطيرة. من باب المقارنة فقط، قبل عام كان عدد الذين يتوفون يومياً 10 أضعاف ما هو عليه اليوم، وكان عدد الذين يدخلون إلى المستشفيات كل يوم 8 أضعاف، أما عدد الحالات الخطرة فكان 5 أضعاف بالمقارنة مع الوضع الحالي.